بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام عن اسم الحرف أ، سنتكلم اليوم بعون الله عن شكل هذا الحرف. إذن انتهينا من الكلام عن اسمه، الآن سنتكلم عن شكله. نحن في الواقع نحتاج إلى أن نعلم شكله، أولاً لأننا نريد أن نجيب على السؤال الذي طرحناه سابقاً، وهو الحرف أ هذا الذي هو أول حرف من كلمة أكتب، أول حرف من كلمة أخ، أول حرف من كلمة أنؤمن، الآية التي نحن بصدد تفسيرها. طرحنا هذا الحرف، أهو موجود في حروف في حروف المعجم أم غير موجود؟ لكي نعلم أنه موجود أو غير موجود، يجب علينا أن نعرف شكله. من أجل إذا ذهبنا إلى حروف المعجم ونظرنا في هذه الحروف، نعرف هل هو موجود، هو موجود أم غير موجود. قبل أن نشرع في الكلام عن شكل هذا الحرف، لا بد لنا من أن نصطلح على اسمه. نحن صحيح عرفنا، نحن في الماضي تجنبنا عن ذكر اسمه، لأنه كما عرفنا أن هذا الحرف له أسماء عديدة، ولكل حرف لكل اسم من أسماء هذا الحرف علة وسبب وتفصيل وشرع. فبعد أن عرفنا هذه الأسماء، أحصيناها 8 أسماء كما سبق، وعرفنا شرحنا كل اسم وعلته وما إلى ذلك، نحن لا بأس الآن أن نصطلح أو نختار واحد من هذه الأسماء اللي هو الاسم المشهور الهمزة. مع العلم، يعني مع العلم أن الهمزة هنا أحيانا هذه كلها نقول همزة، وأحيانا هذه كلها نقول همزة. يعني أحيانا الهمزة تأتي على شكل مادة مثل هذه، ثم عليها رأس العين، وأحيانا تكون رأس العين نفسها هذه همزة كلها. يعني هنا نقول نحن هذا الحرف هو أول حرف، هو أول حرف من كلمة أكتب. فنقول أول حرف من كلمة أكتب هو الهمزة. وهنا أيضا نقول في كلمة مثل دفء ومثل كلمة جاء، نقول هنا هذا الشكل هو الهمزة، وهذا الشكل هو الهمزة. وفي الكلمة الأولى أكتب، نقول هذا الشكل كله هو الهمزة. الآن إذن سنصطلح على أن هذا الحرف اسمه الهمزة، هذا أو هذا. مع العلم أننا لا نتجاهل الأسماء الأخرى مهمة جدا، مثل الألف اليابسة، الهمزة المتحركة، الهمزة المحققة، الألف المتحركة. نحن هنا جمعناها المرة الماضية في ملف كامل، هنا اسم الحرف آ في اللغة العربية، ووجدنا أن له عدة أسماء. هذه هي الأسماء، فنحن سنسميها بادئ ذي بدء بالهمزة، ولا ننسى هذه الأسماء: المحققة، الألف المتحركة، ألف الاستفهام، إلى آخر هذه الأسماء. لا سيما وأن شيخ النحاة سماها بهذا الاسم في الكتاب، فهنا قال: فأصل حروف العربية 29 حرفا بدأ بالهمزة والألف. إذن سنسمي هذا الحرف حرف الهمزة لسببين. الأول أن هذا الاسم هو الآن هو الشائع وهو المشهور في الوقت المعاصر الآن،
ولأن هذا الاسم أصلا شيخ النحات سيبويه سماه بذلك كما عرفنا في المرة الماضية، سماه بذلك في كتابه يعني. وأيضا أبو بكر بن السراج وغيرهم. فإذا هذا الاسم سنصطلح عليه أنه هذا الحرف اسمه الهمزة وقد يأخذ هذا الشكل، وسنصطلح على الاس على وسنصطلح على هذا الحرف أن اسمه الألف، أن اسمه الألف، وأحيانا نقول الألف اللينة أو الألف الساكنة كما عرفنا. إذا هذا اسمه الهمزة وهذا اسمه الألف، وأحيانا نقول هذا نستخدم أسماء أخرى إذا احتجنا، نقول الألف اليابسة أو الهمزة المتحركة أو الهمزة المحققة إلى آخر ما تلك التسميات. وهنا نختار الألف اللينة. طبعا هنا هذا مثاله الكلمة الحرف الثاني من جاء، قال، باع، كان، كل هذا الاسم الثاني هنا، الحرف الثاني عفوا، هذا كله هو يسمى الألف أو الألف اللينة. إذا نبدأ بالكلام عن شكل الهمزة. ما هو شكل الهمزة؟ كما قلنا نحن اصطلحنا الهمزة اسم للحرف أ. ما هو شكلها؟ في الواقع الهمزة ليست كسائر الحروف الأخرى. الحروف الأخرى لها شكل ثابت، لكن الهمزة ليس لها شكل ثابت، بل شكلها متغير، يتغير بحسب موقعها من الكلمة، إذا كانت أول كلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، يتغير تارة بحسب حركة ما قبلها، تارة بحسب حركتها أو حركة ما قبلها. طبعا هذه كلها لها قواعد، هذه كلها قواعد إبلائية معروفة تعلمناها منذ الصغر، يعني تعلمها طلاب المرحلة الابتدائية والأساسية. ونحن لن نعرج على هذه القواعد بقدر ما سنعرج على كيفية نشأة هذه القواعد. سنعرج على أسرار هذه القواعد، سنعرج على تعليلاتها، ما سبب هذا التغير من آن إلى آن. سنعرج بشكل أساسي على الجدل الكبير الذي ثار بين العلماء، علماء اللغة والنحو غيرهم، قديما وحديثا، لأنه في الواقع الهمزة وشكلها أخذت حيزا كبيرا من النقاش والجدال والفلسفات، وحتى صارت محل النكت والطرف وما إلى ذلك. ونحن سنقف بشكل مطول على مقال طويل بعض الشيء اسمه الهمزة الحيرة، هذا هو الهمزة الحيرة، يعني هذا مقال في الواقع هو مقال يعني ممتع في الواقع، وإن كنا ممكن يعني نختلف معه في النتيجة، لكن سنحاول أن ندخل إلى هذا المقال، ليس نقرأه بالحرف يعني بالكلمة، إنما أنا وضعت له تلخيص يعني، ونعرج على بعض ما قاله، لأنه في الواقع مهم، فيه نقول عن كتب النحو القديمة والحديثة، سنعرج عليه. إذا نبدأ بالكلام عن شكل الهمزة، ولنأخذ لمحة سريعة عن قواعد كتابة الهمزة. وكما أشرنا سابقا أن الهمزة هذه ليس لها شكل ثابت، تتغير أحيانا بسبب موقعها من الكلمة، أحيانا بسبب حركتها، أحيانا بسبب حركتها وحركة ما قبلها، أحيانا بسبب وزنها، أحيانا بسبب تصنيفها،
وهكذا لها أحيانا لا ليس أحيانا يكون لها شكل ليس له قاعدة أصلا تسمى همزة شاذة وهكذا. نأخذ لمحة سريعة جدا وإن كانت هذه يعني أمور معروفة يعني كما قلنا، لكن نحن سنحتاجها بعد قليل حينما نتكلم عن علل هذا التغير، وعن حينما سنأتي على المقال أيضا سنتعرض سنحتاج هذه يعني هذا التمهيد أو هذا التذكرة بمثابة التذكرة لهذه القواعد التي تعلمناها سابقا. في الواقع أنا رجعت إلى هذا المقال، لدينا هذا المقال، المقال في الواقع مهم ومختصر اسمه المختصر في قواعد كتابة الهمزة. هذا مقال مهم لماذا؟ لأنه هذه الباحثة رجعت فيه إلى كتاب الأستاذ عبد السلام هارون، أستاذ الكبير عبد السلام هارون، كتابه قواعد الإملاء ولغيره كما في هذا الكتاب الهمزة أنواعه وقواعد كتابته وقواعد كتابته للدكتور حسين حبيبي. الآن هنا تبدأ المقال بكلام مهم سنعود إليه طبعا، لكن نقرأ أول سطر منه. يقول الأزهري يعني هنا اعلم أن الهمزة، الإمام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، اعلم أن الهمزة لا هجاء لها، وإنما تكتب مرة ألفا ومرة واوا ومرة ياء، والألف اللينة هذه الهمزة هنا كما قلنا الهمزة هنا هذا يقصد بها هذا الشكل وهذا الشكل هنا الألف اللينة هذا هو الشكل هذا الشكل يقصدون به هذا. فهنا وإنما تكتب مرة ألفا ومرة واوا ومرة ياء، والألف اللينة لا حرف لها، ألف اللينة يعني ثاني حرف من كلمة قال أو هذا الألف اللينة قال الحرف الثاني من قال باع إلى آخره، والألف اللينة لا حرف لها، إنما هي جزء من مادة بعد فتحة، يعني كأنك كما قلنا سابقا الألف هي عبارة عن فتحة طويلة الألف اللينة قال باع وهكذا. الآن هنا ثم يقول، طبعا سنرجع إلى هذا الكلام مهم سنرجع إليه، لكن هنا يقول باعتبار أن الهمزة لا تكتب بأشكال مختلفة، إلى الهمزة لها قواعد، إما أن تكون بأول كلمة، تكون في وسط الكلمة تسمى همزة متوسطة، تكون في آخر كلمة تسمى همزة متطرفة، وأحيانا تكون همزة شاذة لا تنضبط بأي قاعدة كما قلنا. الآن هنا نبدأ بالهمزة التي في أول الكلمة. هنا في عندنا تفريق مهم، الهمزة في أول الكلمة تنقسم إلى همزة وصل وإلى همزة قطع، ما الفرق بينهما؟ أو هنا يتكلم الهمزة أول الكلمة إما همزة وصل وإما أو همزة قطع، وهي ترسم ألفا في كلا الحالتين، ألفا يقصدون بها هذا الحرف الثاني من قال، ترسم ألفا في كلا الحالتين، في كلا الحالتين الألف همزة الوصل وهمزة القطع ترسم على شكل ألف اللي هو الثاني حرف من قال. طيب ما الفرق بينهما؟ إذن كيف سنفرق؟ نعرف أن هذه وصل وهذه قطع. قال ويفرق بين الهمزتين برسمها في همزة القطع أعلى الألف عند الفتح والرفع كما في أكتب وأضل، وأسفلها عند الكسر كما في إيمان. هنا يعني هذه هنا عندما تكون همزة قطع تكون على شكل ألف لينة فوقها همزة هذه رأس العين، لكن إذا كانت في حالتي الرفع والفتح تكتب فوق هذا رأس العين، يكتب فوق الألف كما في أكتب هذا في حالة الفتح، كما في وأضل في حالة الرفع، أما في حالة الكسر تكتب تحت هذه رأس العين، يكتب هو نفسه يسمى الهمزة أيضا تكتب تحت الألف كما في إيمان. هذا بالنسبة لهمزة القطع. همزة الوصل قال دون رسمها شو هي؟ ما هي دون رسمها؟ يعني الهمزة دون رسمها في همزة الوصل كما في اعمل القلم. هنا لا نرسم تحت الألف هذه، لا نرسم الهمزة التي هي رأس العين،
يعني نحن هنا في اعمل وفي كلمة القلم لا نقول اعمل هكذا، خطأ، إنما نكتب هكذا اعمل، لأن هذه همزة وصل، سيأتي لماذا القاعدة. ولا نقول القلم، نكتب القلم مع أنه نحن نلفظها كذلك، لكن نكتب القلم هكذا، لأن هذه هنا جزء من التعريف قاعدتها أن تكون همزة وصل. لذلك هنا ثم يفصل الكلام يقول، يعني هذه القاعدة العامة لهمزة الوصل أنه تكتب بلا همزة، بلا رأس عين، يعني لا من فوق ولا من تحت. الآن متى تكون الهمزة همزة وصل؟ ذكر هنا بعض ذكر هنا المواضع، قال مواضعها هنا طبعا يقول همزة الوصل تنطق في حالة الوقف ولا تنطق في حالة الوصل، تنطق في حالة الوقف ولا تنطق في حالة الوصل. يعني حينما نقول نحن القلم تصبح هذه همزة قطع، لكن لا نرسمها همزة قطع، لكن حين نصلها مثلا والقلم لا 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 تظهر هنا الهمزة هذه. إذن عند الوصل والقلم بالقلم لا تظهر هذه الهمزة هنا، هذه لا تظهر بالنطق، لكن إذا ابتدأنا بها هذا عند الوقف تظهر القلم اعمل، إذن كأنه هي صارت همزة قطع. فإذا أصلا هي أتوا بهمزة الوصل للتخلص لئلا يبدأوا بالساكن، لأن العرب لا تبدأ بالساكن، وهذا سنأتي عليه بعد قليل. المهم هنا يتكلم أنه ما هي مواضعها، قال في الحروف مثل حرف هذا للتعريف، حرف للتعريف بجميع أنواعها، يعني هذه للتعريف كما نعلم لها أنواع كثيرة مثل للجنسية، للاستغراق، للعهدية إلى آخره، كل هذه تكون همزة وصل تكتب هكذا على شكل ألف ألف لينة دون همزة من فوق ولا من تحت، الرجل، الساعة، العلم، المعرفة، الذي. قال وتأتي أيضا في الأسماء مثل الأسماء العشرة، اسم، ابن، ابنة، ابن، امرأة، امرأة، كل هذه تكتب بدون همزة من فوق ولا من تحت. يعني في الواقع أحيانا يخطئون، يكتبون بعض الناس تكتب الهمزة من فوق أو من تحت في كلمة اسم، أو لا 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 هذا خطأ، لا تكتب هذه لأنه همزة وصل. وقال ويدخل فيها هذه الأسماء، يدخل فيها اثنان واثنتان وإلى آخره، أيمن الله وغيره. في أمر الفعل الثلاثي كما في اقرأ، اكتب، اجلس، انظر، هذه أيضا انظر، هذه أيضا تكتب همزة وصل، وإن كان حينما نبدأ بها تظهر الهمزة هذه بالنطق، يعني لأنه نحن نقول اقرأ، اكتب، اجلس، انظر، وهكذا. في أمر الفعلين الخماسي والسداسي وماضيهما ومصدرهما، كما في الخماسي اجتمع، اجتمع، هذا الماضي الأمر من الخماسي، اجتمع الماضي منه اجتمع، كمان هذه همزة وصل، المصدر منه اجتماع. وأيضا في السداسي استخرج، أمر، استخرج فعل ماضي، استخراج، استخراج، هذا مصدر. هنا يذكر همزة الوصل تنطق في حالتي الوصل والوقف، يقول أين مواضعها، قال كل ما عدا السابق ذكره في مواضع همزة الوصل فإنه يبدأ بهمزة القطع. يعني أنت إذا استثنيت هذه المواضع هنا ما تبقى تكون الهمزة التي في أول الكلمة، طبعا نحن كل هذا في أول الكلمة، الهمزة أول الكلمة، لكن كل ما في الأمر أنه قد تكون همزة، قد تكون همزة وصل، قد تكون همزة قطع. فرق بينهما أنه هذا تكتب عليها الهمزة الوصل، القطع تكتب عليها الهمزة هذه التي اصطلحنا عليها رأس العين، يكتب على الألف اللينة من فوق أو من تحت إذا كان في حال الرفع والفتح والنصب، يكتب على الألف اللينة من فوق الأكتب وظل، وإذا كانت في الكسر نكتبها تحت الحرف مثل إيمان.
الآن الوصل لا تكتب هذه الهمزة، وإنما والفرق الثاني أنه تنطق همزة الوصل عند الابتداء بها تنطق كأنها همزة قطع، وعند الوصل لا تنطق كما قلنا. الآن مواضع همزة الوصل هذه في الأسماء السبعة هذه اللي ذكرها ابن ابنة وفي ال التعريف وفي الفعل الثلاثي أمر الفعل الثلاثي وفي أمر الفعلين الخماسي والسداسي، ما سوى ذلك تكون الهمزة همزة قطع. نأتي إلى الهمزة المتوسطة. الهمزة المتوسطة في الواقع هذه تعتمد على النظر في حركتها وحركة ما قبلها. إذا أي الحركتين أقوى تكتب على الحرف المناسب لها، ونحن عندنا الكسر أقوى الحركات، ثم يليه الضم ثم النصب ثم السكون كما هو معروف. ننظر أي حركة إلى ما هي إلى حركتها وحركة ما قبلها، ونعتمد الحركة الأقوى ونضعه على الحرف المناسب على الحرف المناسب للحركة. فإذا كانت الأقوى الكسر نضعه على النبرة، نضع نبرة ونضع عليها هذا رأس العين. إذا الأقوى الضم نضعها على الواو رأس العين على الواو. إذا الأقوى الفتح نضعها على الألف اللينة. هذا هنا يتكلم هنا يقول لكتابة الهمزة المتوسطة نلاحظ حركتها وحركة الحرف الذي يسبقها، فتكتب بناء على حرف الحركة الأقوى وأقوى الحركات الكسرة وتناسبها النبرة، هذه النبرة أو يسمونها أحيانا من الياء، أو تليها الضمة وتناسبها الواو هكذا تكتب يعني، ثم الفتحة وتناسبها الألف وأضعفها السكون ولا حرف له. لذلك تتبع الهمزة الساكنة في كتابتها حركة الحرف الذي يسبقها. هنا كل هذا تطبق هذه القاعدة. فهنا تارة تأتي على نبرة، متى؟ إذا كانت تأتي على نبرة، إذا كانت حركتها وحركة ما قبلها الكسرة ترسم على نبرة. مثلا تقرأينا حركة ما قبلها الفتح وحركتها الكسر، خلاص تكتب الكسر أقوى والكسر يناسب النبرة تكتب على النبرة. سائمة حركتها هذه الكسر وحركة ما قبلها الفتح فالكسر أقوى تكتب على نبرة. أئنا أيضا قبلها فتح وهي مكسورة تكتب على نبرة. رسائل قبلها سكون وهي مكسورة تكتب على نبرة. هيئة قبلها سكون وهي هنا يقول إذا سبقتها ياء ساكنة بغض النظر عن حركتها، طبعا هذا هنا يعني هذه يسمونها حركة شاذة همزة شاذة، كما في هيئة يعني هي المفروض هنا تكتب على ألف لأنه قبلها سكون وهي مفتوحة، لكن هذه هكذا كتبت هيئة بيئة وهكذا. طبعا هنا مئة نفسه على القاعدة، فئة على القاعدة، هنا أيضا على القاعدة ائتزر قبلها هي هذه همزة وصل ومكسورة وهذه ساكنة فتكتب على الهم. الآن هنا الحالة الثانية الهمزة على واو. طب هنا يقول إذا وقعت مضمومة بعد ساكن غير واو، طبعا كل هذا قاعدة لأن هنا تفاؤل هي حركتها الضمة وقبلها سكون والضمة أقوى من السكون والضمة تناسبها الواو. إذا وقعت مضمومة بعد فتح يقرأه مثلا قبلها راء مفتوحة وهذه حركتها الضم هي صارت على واو. بؤبؤ أيضا هي ساكنة وقبلها الضم والضم أقوى من السكون. الحالة الثالثة قال الهمزة على ألف وتكتب في المواضع التالية إذا وقعت مفتوحة بعد أو ساكنة بعد مفتوح. طبعا كمان هذه على قاعدة سأل لأنه هي حركتها وحركة ما قبلها الفتح والفتح يناسبه الألف. يأمر هي حركتها السكون وقبلها الفتح والفتح أقوى من السكون والفتح يناسبه الألف. إذا وقعت مفتوحة بعد الساكن مثل يسأل كمان هذه نفسها على القاعدة أنه هي قبلها هذه سكون وهي مفتوحة. هنا الحالة الرابعة يقول أيضا في الهمزة المفردة في الهمزة المتوسطة يقول الحالة الرابعة الهمزة مفردة على السطر وتكتب في المواضع التالية
يعني هنا هذه ايضا ممكن نعتبرها هذه يعني هذه تسمى همزه شاذه، يعني لانه هنا اذا وقعت مفتوحه بعد الف يعني قبلها هي مفتوحه وقبلها الف يعني سكون، المفروض تكتب على الف، لكن هنا هذه همزه شاذه. عباء، تساءل، تضاءل، ردآني، كل هذه مفتوحه وقبلها الف. اذا وقعت مفتوحه او مضمومه بعد واو ساكنه او بعد واو مشدده، هنا هذا البند يتضمن أربع حالات أنا وضحتها أكثر في هذا الملف. إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد واو ساكنة، نفسها إذا وقعت مفتوحة بعد واو ساكنة، مثل أسبغ وضوءه، ضوءان، سموأل، وضوءه، ضوءان، سموأل، كل هذه الكلمات تجتمع في أن الهمزة فيها مفتوحة قبلها ساكنة. مفتوحة، هذه الهمزة مفتوحة، هذه الهمزة مفتوحة قبلها ساكن، مفتوحة قبلها ساكن. طبعا هي هذه همزة شاذة، لماذا؟ لأن الأصل أن تكتب هكذا، وضوءه، لأن هي مفتوحة، همزة مفتوحة وقبلها السكون، وهذه همزة متوسطة، فالأصل أن تكتب على الحرف المناسب للحركة الأقوى، فالحركة الأقوى هنا الفتح، يعني الفتح أقوى من السكون ويناسبه الألف، يجب أن تكتب على ألف، وهنا نفس الأمر يجب أن تكتب هكذا، وهنا يجب أن تكتب هكذا. لكن طبعا هذه همزة شاذة تكتب على السطر إذا وقعت مفتوحة وبعد واو ساكنة. الحالة الثانية إذا وقعت مضمومة بعد واو ساكنة، هذه إذا وقعت مضمومة بعد واو ساكنة، مثل ضوءه شديد، طبعا هذه هنا مضمومة، مضمومة بعد واو ساكنة. الأصل أن تكتب ضوءه، الواو على الهمزة على واو، لماذا؟ لأن هي الهمزة مضمومة وقبلها ساكن، والضم أقوى من السكون ويناسبه الهمزة. الآن هنا إذا وقعت مفتوحة بعد واو مشددة، مثل إن تبوؤك، إن تبوؤك، مفتوحة، همزة مفتوحة بعد واو مشددة مضمومة، والأصل أن تكتب على همزة على واو لأنه هي مفتوحة وقبلها مضموم والضم أقوى ويناسبه الواو. تبوؤك هكذا يجب أن تكتب المكانة في الأصل، لكن هذه همزة شاذة كتبت على السطقين. الرابعة والأخيرة إذا وقعت مضمومة بعد واو مشددة، مضمومة لكن بعد واو مشددة، هنا مفتوحة بعد واو مشددة، هنا مضمومة، مثل كان تبوؤه، والأصل أن تكتب على على الواو لأن مضمومة وقبلها مضموم والضم يناسبه الواو، لكن طبعا هذه باعتبارها همزة شاذة كتبت على السطر. يعني هنا الحالة التي بعدها، إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن وقبل ألف التثنية أو ألف المبدلة، كما في جزآن أو جزآن، يعني هنا إذا وقعت مفتوحة، هذه مفتوحة بعد صحيح ساكن، يعني بعد حرف صحيح ليس حرف علة، جزآن وقبل ألف التثنية أو ألف المبدلة من التنوين، تكتب على السطر. يعني هنا عندك أول شيء تكون مفتوحة، ثم قبلها حرف صحيح ساكن، ثم بعدها ألف التثنية، حينها تكتب على السطر. وإلا إلا المفروض كانت تكتب على ألف، لأنه هنا هي مفتوحة وهذا سكون فتح أقوى والفتح يناسبه الألف، لكن هنا كتبت على السطر في هذه القاعدة. أو يقول لك أو يكون بعدها إما ألف الاثنين أو ألف المبدلة للتنوين، هذه ألف التنوين. جزء يعني هي مفتوحة وقبلها حرف ساكن صحيح وبعدها حرف المبدل من السكون. وإذا وقعت الهمزة بين واوين في الكلمة الواحدة كما في موؤودة، وقعت الهمزة بين واوين، هذه واو أولى واو ثانية واو ثانية في الكلمة الواحدة، أيضا تكتب على السطر، مع أنه كان المفروض تكتب على واو لأنه قبلها هي مضمومة وقبلها الفتح
لكن هذه كتبت على السطر، هذه يعني تعتبر همزات شاذة هكذا. ويوجد أيضا قول ما شذ عن حالات الهمزة المتوسطة أعلاه واستثنية، أيضا هذه يقول هنا أيضا يستثنى بعض الحالات. نحن لسنا في موطن تعداد هذه، ممكن نأتي على بعض هذه الأمور. مثلا هنا كلمة مسؤول، هنا المفروض هذه تكتب على واو لأنه هي قبلها سكون هي مضمومة، مع ذلك كتبوا على نبرة. مرؤوس أيضا المفروض تكتب على واو مثلا، وهكذا. آخر شيء الهمزة المتطرفة، طبعا المتطرفة يعني هي التي في آخر الكلمة. نحن طبعا الهمزة المتطرفة تعتمد فقط، القاعدة العامة التي نعرفها تعتمد على حركة ما قبلها. ننظر إلى حركة ما قبلها، فما نكتبه على الحرف الذي يناسب الحرف الذي ما قبلها. مثلا هنا جزء، هي حركة ما، هي تعتمد على حركة ما قبلها فقط. جزء حركة ما قبلها السكون نضعها، السكون يناسبه السطر. مل حركة ما قبلها السكون، هذه لأنه اللام ساكنة، السكون يناسبه الهمزة، عفوا السطر. رد أيضا دال ساكنة، فإذا نكتبها على السطر لأن السكون يناسبه السطر. هذه يسموها الهمزة المحذوفة، يعني لا تكتب على شيء تحتها. شاء، شاء أيضا قبلها سكون نكتبه على السطر. غطاء قبلها ألف يعني سكون نكتبه على السطر أيضا. ووضوء أيضا قبلها واو يعني حرف ساكن نكتبها. تبوؤ، هنا تبوؤ هذه هنا كتبوها على السطر، يعني هذه كأنها همزة متطرفة، لأن هنا حسب القاعدة همزة شاذة، حسب القاعدة تكتب الهمزة مفردة على السطر إذا كان ما قبلها ساكنا أو واو مشددة مضمومة، يعني فقط هذه يعني ما سوى ذلك تنطبق القاعدة، أنه ننظر إلى حركة ما قبلها فقط. أما هذه هنا طبعا هنا لم تلتزم بهذه القاعدة، لأنه المفروض تكتب هنا على واو لأنه حركة ما قبلها الضم، لكن هنا جعلوا لها هذا الضابط أنه ما قبلها إذا كان ما قبلها ساكن أو واو مشددة مثل هنا تكتب على السطر. الحالة الثانية، هنا إذا نظرنا قبل أن نقرأ هذه القاعدة، إذا نظرنا أيضا تنطبق عليها القاعدة التي قلنا أنه تعتمد الهمزة المتطرفة على حركة ما قبلها. لؤلؤ قبلها ضم، هذه اللؤ لام مضمومة فتكتب الضم يناسبه الواو، كتبت على واو. تهيؤ قبلها أيضا ياء مضمومة والضم يناسبه الواو. متهيئ ياء مكسورة هنا والكسر يناسبه النبرة، فزدناها هذه كلها همزة، هذه يسميها الألف المقصورة مع رأس العين الذي فوقه، كل هذه اسمها همزة. لماذا كتبت هكذا؟ كتبت على نبرة لأن قبلها كسر. يهيئ أيضا قبلها كسر، كتبت على النبرة. مهيئ أيضا كتبت على النبرة. مهيئ أيضا هنا كتبت على ألف، لماذا؟ لأنه قبلها ياء مفتوحة، مهيأ والفتح يناسب الألف. ينشأ وقبلها أيضا الشين مفتوحة والفتح يناسبه الهمزة. وهكذا نرى أنه همزة المتطرفة تعتمد على حركة ما قبلها فقط، إلا ما كما قلنا هذه كلمة تبوأ، وهنا يذكر هذه القاعدة، تكتب الهمزة على حرف من جنس حرف حركة ما قبلها إذا كان ما قبلها متحركا وليس واوا مشددة مضمومة. تعتمد على حركة ما قبلها، يعني ننظر إلى ما قبلها إذا كان ما قبلها متحركا وليس واوا مشددة، إذا كان ما قبلها متحرك، لأنه إذا كان سكون تكتب على الهمزة لا تكتب على السطر. إذا كان ما قبل الهمزة سكون تكتب على السطر، لأنه وهذا ينطبق على القاعدة، لأن السكون يناسبه، لأن السكون يناسبه السطر. وهكذا رأينا، هذه أخذنا لمحة سريعة عن الهمزة بكافة أشكالها
كافة مواقعها. ختاما أريد أن أنبه إلى خطأ إملائي يقع فيه البعض، وهو كلمة شيء. كيف تكتب شيء؟ شيء تكتب الهمزة على السطر كما نرى هنا، وهنا وهذا هو الصواب، هكذا تكتب، لكن بعض الناس هكذا يكتبونها. هذا خطأ. لماذا؟ لأنه شيء الياء هنا ساكنة والسكون يناسبه السطر، تكتب على السطر. لكن هذا الشكل يعني أنه كتبت شيء هكذا، شين بعدها ياء بعدها نبرة، يعني بعدها هذا الحرف كتبته والتصق به، وهذا خطأ طبعا. لماذا؟ لأنه هنا عم تفترض أنت أنه الياء هنا مكسورة، هذا حتى يكون هذا الشكل صحيح يجب أن تكون يكون الياء هنا مكسورة حتى تكتب الهمزة على نبرة، لأنه الهمزة المتضاربة تعتمد على حركة ما قبلها. فبما أنه ما قبلها ساكن شيء تكتب على السطر، أما شيء بهذا الشكل أنت هذا يكون صحيح لو أن الياء مكسورة، لكن طبعا الياء لا تكسر، الياء ليست مكسورة، الياء مفتوح، لذلك هذا خطأ. هكذا تكتب، إنما تكتب هكذا شيء. بعد أن انتهينا من الكلام على هذا الشكل هذا الهمزة وعطينا لمحة شديدة، أعطينا هذه اللمحة شديدة الاختصار عنها، ننتقل إلى الكلام عن علة تغير الهمزة، تغير شكل الهمزة من إلى آخر، وسنسرد كلام مهم للجني وغيره، ثم ننتقل إلى المقال ونستعرض ما فيه من فوائد بعون الله تبارك وتعالى.